السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جينا اليوم لهاد الحلقه هذه باش نعرفوكم على جوج ديال الموتور الفصاله، يعني الموز الفصاله ديال الضو. عندنا هاد النوعيه هذه، هاد المره هذه من جاك تايك، يعني عندنا الكبير وعندنا الصغير. كنت قبل كنت درت له فيديو على هذا، حاليا هذاك الماركه الاولى تسالات، يعني ما بقاش الكميه، هذه كميه جديده وماركه جاك تايك. هي باش تعرفوا عليها، عندنا الصغير هو هذا كما كتشوفوا، غنحلهم بجوج قدامكم وغادي نشوفوا كل وحده باش كيجي. عندنا هذا الصغير كيسولوني عليه الناس، كيجي معاه هذا الكتاب ديالو فيه المعلومات، فيه كل شيء كما كتشوفوا هنا. عندنا هذا الصغير، عندنا كيكون هكا، كيجي بهذه الطريقه هذه، ها هو البريز ديالو بكل شيء. بالنسبه للقطع اللي كيجيو معاه، تيجيو معاه ميفك بارا غير تورنوفيس، واحد البومادا واش فيها الزيت بحال سميتو، بحال سميت باباه، بحال لاغريس. وعندنا ديسك صغير احتياطي الى هذاك، الى هذا ما بقاش يعني عيا. هو راه فيها حتى المضايا، حتى ديك اللحن اللحد، يعني باش الى حفى مابقاش يقطع، راه كتمضيه من هنايا، كتبرك عليه. هي واحد الحجره الى شتوها، هي صغيره هنايا كما كتشوفوا هنا، هي يعني هي اللي كتمطيح. المهم حنا غندوزو نشوفوه. كما قلت لكم كيجي مع هذا، وتيجي مع هذه البياسه هذه زايده ديال الزيار. صافي هادشي اللي كاين، هادو اللي معاه. هذا نحطوه جنب ونخليوه، ونمشيو نتكلموا مع الكبير. هذا دوزناه، عندنا هذا الكبير راه كنت درت له فيديو، ونعاودو ندير لهم فيديو بجوجهم في نفس الوقت. ها هو كيجي معاه كتاب ديالو، هو هذا اللي كتشوفوه هنا. تيجي معاه ديسك يعني احتياطي فحال تما، ما عندك ما تشرفو. الموتور هو هذا بالميكا ديالو، ها هو الماركة، حتى هو جاك تاك، يعني ماركة غنية عن التعريف، راه معروفة. شنو هنا كاين اخر؟ ها هو معاه لاغريس كما قلنا النوب الاولى، معاه هذا النيطواياج سيبو باش كيتحلو، هادو ديال الشربونات اللي مشاو تهرسو، اللي كيركبو هنا الشربونات، ها هما شفتوهم، الا فحال ما مشاو طرطقو ولا شي حاجه، هادو تيبقاو سكر. الزياته شربونات جداد، هادي ديال المضايا اللي كيمضيو بها، ها هي راه كاينه هنا. خلاص هو راه نبين لكم هنا، تشوفوا نحيدو الميكا ديالو هكا، نحطوه نعزلو كلشي، هادشي اللي جا معاه ها هو، وهذا حتى هو نحيدو الميكا ديالو. بالنسبة هذا كيجي بريز ديالو فيكس، يعني الفيشة ديالو كتجي فيكس يعني من الطاولة. هادي خلاص، هادي كتجي كتركب فيه بهاد الطريقة هادي هنايا، بسم الله. عندنا كما قلت لكم بلايص ديال الشربونات هما هادو، الديسك هو هذا ديالو، هذا باش كيتمضى، يعني الا في حالة ما حفى مبقاش يبغي يقطع كيتلحد بهذا، ها هي كدفعها كدور كيولي يتمضى. وعندنا عطاوه واحد الرويضات هنا، الا لاحظتوا معايا هنا واحد الرويضات، ها هما كاينين صغار كيساعدوه حتى باش يمشي في الفصالة، يمشي دغيا ما يديرش التعرقيل في الفصالة ديالو، يعني بسهولة تخدم به وكيعاونك. وحتى الصغير حتى هو خلاص، الصغير ما فيهش دوك الرويضات، ما عطاوهش دوك الرويضات، وين هذا صغير، ها هو على حساب كل واحد شنو تيبغي. دابا هنا غادي نجربوا الخدمه ديالهم، غنحاولوا نخدموهم بجوج، وكل واحد غنجربوا فيه التواب الرقاق والغلاض، وتشوفوا كيفاش دايرين في الخدمه ديالهم. هنا من بعد ما ركبنا البريزات خلاص، عندنا هنا هذا هو الكسيراتور ديالو، ها هو كما كتشوفوا هنا، ها هو كتكسري عليه، هي كنبان هنا الشوك، كنضغط هنا في هذا المكان كدور، ها هي كتخبط كتفصل، وهني كتعطيك الطوع ديال الفصاله ديالها، يعني كتخبط هكا، هذا ها هو راه تيكون لهنا جر لهنايا. خلاص انت كدفعو غير واحد الماك واحد شويه هنا في يديك، كتولف صافي هكا. عندنا هذا، عندنا النقشه هنايا ديال السرعه، سمعتوه راه تيفصل، وهنا كطلع هاد اللعيبه هادي
باش تاخذوا المسافه اللي غتخدموا عليها، واش مسافه صغيره. ولكن انتبهوا مع هذا الديسك، هذا الصيد هذا انتبهوا منه، لان الدائره هذه راه حاده، يعني راه ماضيه، تقدر تجرحك، تقدر تاديك، يعني في يديك راه تاديك بسهوله، يعني انتبه معاه في الصاله وكل شيء. دابا غادي نجيو نجربوا كل واحد شنو غادي يقطع لنا باش نحاولوا نريقلوا داك الشيء مزيان بهذه الطريقه هذه. سمحوا لي، اول توب غادي ناخذوه غادي نجربوا جوهره. جوهره راكم عارفين غني على التعريف، التوب كي داير، ونشوفوا هذا واش غيدوزوا لنا ولا ما يدوزوش هكا بهذه الطريقه هذه. نشوف الطريقه اللي غادي يبان لي في الكاميرا مزيان هكا. بسم الله، بحال بحال كيضحك معاه. شوف شتو بحال تيضحك معاه، ما كاين لا تعرقي لا حتى حاجه. التوب هذا راه تيلعب، ما تنساوش هذا راه صعيب في الفصاله، يعني حتى في المقص فاش كيجي يفصلوا الخياط تيبقى تيهرب. حنا غادي نحاولوا نطوه هكا على جوج، ها انتوما شوفوا معايا غير هكا، نطوه غير على جوج وغادي نشوفوا واش غادي يساعدنا ولا ما غاديش يساعدنا. نقاد الكاميرا هكا، شوفوا بسم الله، شوف شوف شتو، شوف توب ما تحركش وبسهوله. ها انتوما شوف هاي جات، ها هو الترمشه، ها انتوما كلاه بسهوله، يعني ما كاين حتى ما كانت عرقيل لا والو. هذا دوزنا الصغير، نشوفوا الكبير حتى هو معاه. نزلو طرف اخر ديال جوهره، ها هو راه مازال عندي هنا في المحل، وهو هذا نشوفوه واحد واش غيدوزو حتى هذا، واش غادي يقدر يدوز ولا ما يقدرش. بغيت نجيب غير الصوره هكا باش يكون باين قدامكم. نشعلو، شوف بسم الله، شوف كيبان لكم بسهوله. ها انتما خوت بسهوله دوزو، يعني توب راه حساس، يعني هذا رقيق ودوزو بسهوله. عاد نهضرو مع الغلط، دابا حنا كنجربو غير الطريفات اللي هو نجربوه في تواب عاديين ونجربوه في تواب صعاب. دابا هذا غادي نحاولو نقادوه، ها نتوما مشى كامل، يعني ماشي بسهوله، خصك تنتبهوا معاه، تردوا معاه البال هنايا. عطاني هنا، خصكم غير تنتبهوا في النيتواياج معاه، ها هو. غير تردوا بالكم معاه صافي، ها هو راه تحيد التوب، يعني تا هو دوز هاد التوب هذا، ولكن هذا كان الأداء ديالو فضل في التوب رقيق. لحقاش هادو تيحتاجهم الناس غير في التوب من تيكون بزاف غلاد. عندنا هاد الموبرا هادي، ها هي إلا شتوها، نشوفو تا هذا واش غيدوزها لنا. هذا ما جابش معاه الروتار نهائيا، كلاها. نشوفو الكبير باش كل واحد، باش نتوما تفهمو، هذا تيبغي الغلط حتى هو كلاها. شتوه، عاد نعاود لكم باش يبان لكم، لحقاش التصوير معدب على حساب الكاميرا. ها نتوما غنخليها تمشي لراسها، انا ما كاين لا يدير حتى حاجه. ها هو راه دوزها، اما لحقاش يدي هنا صافي، راه تي يعني حتى هادي ما عندوش مشكل. هذا دوزناه، شنو اللي بقى لنا دابا؟ ها نتوما عندنا التوب، نديرو في مثل هاد الصغير هذا، نقبطو هاد التوب هذا، نطوو ها هو راه حاطينه على 4 ونزيدوه على 6 8 ونزيدو حتى هذا نديرو له على 8 حتى هو. الا كان عندكم بزاف الكثره نشوفو هاد الصغير واش ياكلهم ولا ما ي... ها هو حتى هو نديرو له هنايا، نزيدوه هنا 8 ونزيدو نحاولو نوصلو كاع هكا، ربما هنا راه كاينه شي 16 ربما. بسم الله، هذا ما غاديش يزيد، نشوف لا دوزها. ها نتوما خوتي دوزها وبسهوله، هاي ها نتوما اللي تيبان لكم راه دوزها. غنشوف خصك تحطلو تعاونوا هاك، تعاونوا نزيد لهنا باش يبان قدام الكاميرا، تعاونوا بحال هكا، تعطيه البلاصه ديالو ما يفوتش هكا صافي، اي خويا يدخل صافي. شتو نهار، شو شحال ديال الطرف كلاهم. بالنسبه لهذا خلاص، هذا هادشي راه عنده بسهوله، هذا الكبير هذا راه عنده هادشي راه بسهوله، ما غاديش يتعب يجي معاهم الروطه.
ما يتعطلش معاهم، الكبير ما غاديش يتعطل معاهم. دابا نشوفوا التواب بزاف، يعني نديروا كثره ديال التواب. هذا بالنسبه له هذا راه وصلنا لحدو، يعني حنا بينا شنو تيخدم، يعني هذا في التواب الرقاق وداك الشيء راه يدوزهم، حتى التواب غلاض راه يدوزهم بسهوله. انا نعطيكم التواب ديال الطلامط بحال دابا، هاد التواب هذا لقيتو هذا مكرفس، جبتو من الزنقه هذا مكرفس. هانتوما عندي هادو التواب ديال الطلامط، ها هما راه حتى هما هانتوما، يعني نقبطوه ونصاوبوه راه حتى هو غادي ياكلو. ها شوف شتو بسهوله دوزو، يعني ما نهضروش معاه. دابا غادي نجيو لهذا ونعطيو واحد العدد ديال التواب ونشوفوا واش غادي يدوزهم ولا لا. قدامكم تشوف الاخوان، هذا راه فيه 20، هانتوما 21 كاينه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا قلت 21، هما راه حسبتهم باش بلا ما نكمل، هانتوما 10 هما هادو، وهنا راه كاين 11 واقيلا ولا اكثر بالضبط، ما نقدرش نعطيكم بزاف باش ما نطولش عليكم الفيديو. وهذا هو الكبير، نجربوه واش غادي يقطع لنا هذا المسافه. بسم الله، باش قلت لكم هذا معطي الفصاله التواب بزاف. هانتوما شوفوا تبارك الله كيكلاه، شفتوا؟ هانتوما نعاود لكم باش تشوفوا، نقدر نزيد حتى هذا الشيء هذا معاهم، نزيد النص ديال هذا الشيء هما 10 هنا، نزيدهم حتى هما هكا بهذه الطريقه هذه. هنا زدنا كما قلنا 10 اخرين، ها هما، يعني 21 هي 31، ها هما، ونشوفوا واش غكايدين لها حتى هي. ها انتم انا نزيد نطلع هذه، ها هي نزيد نطلعها كيف انا باغي هكا، ونتابه خصني غير نتابه في الفصاله فاش نكون نفصل، نتابه باش هذا يدخل تحت التوب، يعني بحال هكا التوب هذا خصو يمشي معاه مقاد. ها انتم اخوتي باش تفهموني، ها انتم بهذه الطريقه هذه خصو حتى يجي هكا، يجي تحت التوب هكا، هذا يدخل هنا خلاص راه فيه الروضات، راهم تيساعدوا. ها انتم شتو يعني كلاه. المهم المطر هما هادو كما كتشوفوا هنايا، خلاص الصلاه غديروا قياسكم، هما هادو بجوج اللي بغاهم راه كلها والثمن ديالهم بجوجهم، الماركه ديال جاك تيك، الرقم غتلقاوه هنا في الشاشه. بالنسبه للثمن اللي بغاه يتصل، انا ما كنعطيش الثمن ديال الجديد، علاش؟ لان الثمن هاد الجديد هذا راه تيتحول كل مره تيكون ثمن. الا عطيتك دابا الثمن كون متاكد بان لا مشات زاد، الا مشات زادوا في الثمن غتغوت لي وغتقول لي راك كتكذب علينا، يعني كتقول لنا ثمن وحتى نتصلوا بك كتولي ثمن اخر. والا مشيت عطيتكم الثمن ديال دابا ودوز واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا عام ونقص في الثمن ديالو، غتقول لي كتكذب علينا ثمنك بوحدو. يعني انا دائما كنعطيكم الثمن ديال الوقت، يعني من الاحسن تتصلوا باش تلقاو عندي الثمن ديال داك الوقت. ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.